شبكة شام في درعا. سيد منتصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية طيبة لك سيدي الكريم. يعني درعا اليوم تخرج بمظاهرات في نصيب وفي درعا البلد وعدة مناطق على الرغم من الاشتباكات بين عصابات الأسد وبين ميليشيات الأسد عفوا وبين أبطال الجيش الحر. كيف هي الآن الأوضاع والتطورات لديكم؟ أجل أخي، ما تزال حملة عسكرية شرسة على محافظة درعا مستمرة. نعم. نبدأ من درعا للمدينة، حيث اليوم فرض عصابات الأسد في درعا المحطة حصارا خانقا على الأهالي ومنعتهم من الذهاب إلى المساجد واستهدف القناصات أي شيء يتحرك، حيث أن سقط هناك شهيد في حي السحاري برصاص قناص نعم برصاص قناص بشاب عمره 27 عام. أما في درعا استهدفت عصابات الأسد القذائف اليوم، وفي بصر الشام قصف العصابات أسد المدينة القديمة وهي مدينة أثرية يعود عمرها لآلاف السنين. أما في مدينة أخر شهد هناك انتشار أمني كثيف لعصابات أسد وحققت حصار خانق على المدينة. وفي نعم. في بلدة جاكسون أيضا تعرضت لقصف عنيف خلالها وسقط عدد من الجرحى وتهدم عدد من المنازل. في بلدة نمر دخلت عصابات أسد بتعزيزات عسكرية وقام الجيش محاصرة جميع الأحياء والمنازل في البلدة، ولكن كل هذا لم يمنع أهالي درعا من الخروج في مظاهرات. فجاءوا خرجت مظاهرات في العديد من مدن وبلدات درعا، في درعا البلد ومعرفة وحي الكاشف وطريق السد وخربة غزالة والغراية الشرقية. أيضا في داع استهدفت عصابات الأسد المصلين وهم يخرجون من المسجد وسقط شهيد وعدد من الجرحى على إثر هذا. الحصيل الشهداء إلى الآن 5 شهداء. بما تعاني محافظة درعا من صعوبة في مواجهة صف الشتاء، حيث أن هناك عشرات العائلات تم تشريدها من منازلها نتيجة حملات جيش النظام التي يتبع سياسة التهجير عند اقتحام المدن والبلدات في محافظة درعا. طبعا هناك تهدم عن الكثير من المنازل، جميع العائلات في الملاجئ تعاني من البرد بسبب عدم وجود وقود للتدفئة ونقص في المواد الغذائية وحليب الأطفال. الوضع الإنساني سيء للغاية بالنسبة لهذه العائلات الموجودون في الملاجئ في مدينة درعا. نعم سيد منتصر الحراني، مراسل شبكة شام من درعا. طيب سيد منتصر، قبل ان نودعك اود ان اتساءل ايضا ان اسالك، يعني اليوم جمعه، دعم الائتلاف الوطني السوري، السوريين كلهم اليوم يعلنون انهم يدعمون هذا الائتلاف ويقفون معه. هل تعتقد انتم كنشطاء ميدانيون على الارض الميدان بان الائتلاف ان شاء الله سيقودنا الى مرحله جديده والى ان شاء الله تسريع لاسقاط هذا النظام باذن الله تعالى؟ طبعا نحن نتمنى ان يكون هكذا. طبعا لا نستطيع ان نقول نحن ندعم هذا الائتلاف وندعم اي شيء يقوم باسقاط النظام، لكن نتمنى ان لا يكون كسابق كالمجلس الوطني الذي حصل وكغيره من المعارضه. يعني نرجو من جميع الدول ان يعترفوا بهذا الائتلاف، ان يساعدوا في نجاح هذا الائتلاف من اجل اسقاط هذا النظام، لان يعني القتل ماذا يعني القتل موجود في الشارع. الشعب السوري اصبح يعني في حاله، يعني اصبح الانسان يموت اخاه امامه ويقوم بدفنه يعني في شيء عادي، شيء بسيط. فنرجو من هذا الائتلاف ان يسعى الى دعم الشعب الى من اجل اسقاط هذا النظام. نعم منتصر الحراني، مراسل شبكة شام الاخباريه.